ان شاء الله المنتخب هيكسب بكره. ان شاء الله مصر تفوز 2-1. 2-0 باذن الله لمصر. ان شاء الله نتوقع الفوز لمصر بس هيكون 1-0 ماتش صعب يعني مش بالسهوله اللي الناس متوقعاها يعني. ان شاء الله 2-0 للمنتخب وحمدي فتحي يحط جول ان شاء الله. 2-0 لمصر. 2-1 لمصر ان شاء الله. 3-1 للمنتخب ان شاء الله. 3-1 لمصر. ان شاء الله مصر هتفوز باذن الله واملنا في ربنا كبير. ان شاء الله 2-1 لمصر باذن الله تعالى. ان شاء الله يعني هنفوز 2-1. والله هو الماتش بكره صعب جدا بس ان شاء الله مصر تكسب 2 ان شاء الله. ان شاء الله نعمل اداء كويس، ان شاء الله اللعيبه قربت تحقق حلمها بالنسبه لنا وللعيبه نفسها. ان شاء الله يخلص 2-0 محمد شريف ومصطفى فتحي ان شاء الله. اولهم السليه حبيبي الاهلي كله، حسين فيصل ومحمد مجدي قفشه. نقول محمد شريف هيحط جول والسليه هيحط جول ان شاء الله رب العالمين. يكون مجدي قفشه، محمد شريف وقفشه، مصطفى فتحي وقفشه ان شاء الله، مصطفى فتحي وزيزو وحمدي، محمد شريف هدف وعمر السليه الثاني، محمد شريف واحمد رفعت غالبا ان شاء الله. يا رب يعني محمد شريف ان شاء الله وقفشه باذن الله.